نحن الآن في معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا، حيث دخلت إلى المنطقة وعبر معبر باب الهواء 17 شاحنة من الأمم المتحدة محملة بالإغاثة والمعدات الطبية والمعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، وذلك مع استمرار التعنت الروسي باستخدام حق النقض الفيتو لمنع تمديد إدخال المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة لقرابة 5 ملايين شخص يعيشون في مناطق شمال غرب سوريا. الجهود البديلة لتأمين المساعدات للأهالي وبضغط من الفاعلين الإنسانيين المعنيين بتقديم المساعدات الإنسانية للمنطقة، جرى إنشاء صندوق إنصاف، وهو مبادرة لتشكيل صندوق كحل بديل عن آلية إدخال المساعدات عبر الحدود في ظل التعنت الروسي. طبعا انخرطت 9 منظمات سورية في آلية إنصاف، وكما شهدنا اليوم دخول أول قافلة مساعدات إنسانية بعدد 17 شاحنة تقريبا إلى هذه المنطقة. مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهواء الحدودي. وصلت قبل قليل قافلة إغاثية من الأمم المتحدة، هي القافلة الأولى التي تدخل بعد التفويض الذي تم منحه للأمم المتحدة من قبل مكتب تنسيق العمل الإنساني. هذه القافلة مؤلفة من 17 شاحنة محملة بمختلف مواد الإغاثية، سنقوم بتسليمها للمنظمات الشريكة للأمم المتحدة، وهم بدورهم سيقومون بتوزيعها على الأهالي المستحقين لها في كامل مناطق شمال غرب سوريا. إذن بعد قرابة 70 يوم على عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهواء الحدودي، اليوم دخلت 17 شاحنة بعد التعنت الروسي واستخدام حق النقض الفيتو لمنع وصول المساعدات إلى 5 ملايين تقريبا متواجدين في شمال غرب سوريا، وبعد تشكيل مبادرة إنصاف لإدخال المساعدات إلى هذه المنطقة.